عم ناول في بداية رمضان صارت كتقشقيجة كل حملة أنت وصفت على شورب سنة محضر روحك سنة خرج مدوردر نوفل عم ناول أونيتي با ونوزن كلامي ونتحمله التاسعة والدراما التونسية كلها صار عليها انقلاب لابروف اللي عم ناول ما تعمل حتى مسلسل بخلاف المسلسل متاع القناة حوار ما تعمل حتى مسلسل وشر في آخر وقت ما كانش فيش تعمل معناها كان مش تعمل المسلسل ذاك كهو صار انقلاب على الدراما التونسية صار إفلاس للدراما التونسية مقصود من خلال مافيا معينة تخدم محضرة رواحة بالعشرة بالخمساش سنة عندها اللي زاتاكم تاعها وعندها الناس اللي تخدم فلسهم ناس تخدم وتعمل مسلسلات مزيانة واللوديمات يمشي العابد كهو العباد ما تفهمش علاش على خاطر هذيك كلها فلوس الناس هذي اللي عملت مسلسلات ناجحة لا يكفي انها العباد تفرجت فيهم ما جاتهمش فلوس دونك خسروا ملياردوات دونك مثلا مخرج ومنتج كيما مثلا نجيب عياد من اكبر المنتجين اللي هو حتى الدراما في تونس يلقى روحه مسال في 3 و 4 ملياردوات وسنه ما نجمش يخدم وعم جاي ما نجمش يخدم ما نجمش يخلص الممثلين نتاعو ما نجمش يخلص المخرج لتوا وناس عامله بيه دي بروسي هذا يتبركوا هذا يتخدم معاك ناس في الدراما زاد ويخرج خالص 700 600 مليون هذا يتبركوا هذا عمليه دو بونديتيزم هذا دي ميرسيونير قاعدين يخدموا قاعدين يضروا ينفعوا في رواحهم يضروا في الدراما التونسيه هذا اللي متصدي له انا خيط كي يضروا هو الضر لي تكنيسيان والضر لي الناس اللي قاعده تكتب في السيناريوهات والضر لي الممثلين كي يخدموا ناس في مسلسل كهو ولا زوج مسلسلات في العام هاو سنين ناس كل خدمه هاو ممثلين كل خلصوا اليوم عام فما عائلات هاو لي سيناريست كل خدمه هاو لي كاميرامان كل خدمه هاو مخرجين كيما مجدي كيما غيره وغيره وغيره علاش يمشيوا لفرنسا ويمشيوا لامريكا ويمشيوا لدرا شنو نتنفعوا بهم نحن هاو سنين خدموا كي بدات الامور ترجع وبدا لي كيليبر يصير سنين حذرنا رواحنا حذرنا روحنا فهمنا اللي اكن نايفتي والسذاجه نتاع هبط مسلسل محليه وقعد استنى ليه حذرنا روحنا سنين باش يعمل معنا الزيت تكريتيكينا مرحبا بيك تقول مسلسل ما عجبنيش مرحبا بيك تقول دراما ما عجبتنيش مرحبا بيك تقول ذو خايب تقول اداء ضعيف تقول نص خايب عم باش تدخل معنا في التشويه كيما حبوا يعملوا عمناه والشر بك التشويه اللي هو انت ما عندكش حتى الحق تعملوا قانونيا رانا حاضرين 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 وقوه سناء اللي الدراما كلهم هذوما اللي نحكي عليهم مسلسلات رانا فرد كلمه معناها اللي باش يمسنا اي واحد منا يتمس اي مسلسل من مسلسلات الاخرين حتى متاع النسمه ولا حتى متاع الوطنيه كنا باش نتفقوا انه اون فالو بويكوتي وما عادش نمشيو له وينسى البلاتوات وما عادش يجي حتى ممثل بخلاف الممثلين الاخرين نتاعو وكا باهي هذه معناها حاذرين رانا الحاذرين لان اليوم تحب تنافسنا يا خويا نافسنا بشرف نافسنا بالعمل الفني نتاعك نافسنا بالرجولي وهل الميساج التهديدي هذا فيه سيجما كونسي تقصدوا معاهم ما انا عمري ما قلت كلمه سيجما كونسي انا قلت سكيما كونسي ونحكي على الزحكوني أي. والمشراب تهزو مرافقه لأنك اليوم سمحني صاحبي كسكيما كونسي أنت تجي لليوم بو معاش عنده مصداقية ما عاد يخو عليه حتى حد الحمد لله أنه معاش يخو عليه حتى حد على ليميت بلغتنا نحن الشارع ولا تكركيرة حتى كي يطلبوا العباد تو يقولوا مدري شنو المواطنين يبعثوا لي ميساجات يقولوا بربي أنا سكيما كونسي يضحكوا عليهم سكيتش أيه. فما الناس تخدم معاهم فدوا عملوا ديبرسيون قالوا ما عادش يحبوني الحمد لله حتى اللي سبونسور ما عادش ياخذوا عليه ليه ما عادش ياخذوا عليه أيه. دونك اذا ما عادش ياخذوا عليه والحرب اللي عملتها ضده وانا وانت تعرف بالفيديوهات حرب سليمه وصحيحه واعطات المنتج نتاعها لانه ذاك كان مدرع من المدرعات نتاعهم يضربوا به انا نخدم وانا ترفع ملايين وسكيما كونسي يمشي يحطك انت الاولاني تشرب نون كلاسي عمناول عنده هو تيماجين سور بنون كلاسي اللي هو الحدث عمناه اللي هو مسلسل اللي كسر الدنيا عبد اللي شو تايم والتاسعة بنون كلاسي أخطر لعب هو بيدو توفيت سيزون الحمد لله والله يا لطفي طب مثلا اضحك اضحك معنا في الشركة المحترمة نجيو الأولانيين والثاني حطنا 12 ايه عرفت مسلسل مجمل سامحني سكيب. مسلسل مجمل المخرج نتاعو ما يتفرجش فيه في حنا بعد نص الليل جي قبلنا خاطرو سكيم اي حطني الرابع شكك فيا صحيح حطني الخامس ورايا ثلاثة ما مش موجودين نشرة أخبار منتصف الليل قبلنا حتى أنا والله نشرة أخبار منتصف الليل قبلنا يا لطفي أنا ظهرني أنا ظهرني أنا حطني
حطني وقت تسكر الوطنية تبتعمل والله اي انا ما فماش شورب قلب الدنيا انا عبد اللي شو تايم قلب الدنيا وسبونسور وعبيت تتفرج والدنيا ما فماش لدرجة قسم من عظم من فرحت انت ماذا بي يحطك مثلا خضار ليه انا مش يحطني انا مش يعمل مغلغل عليك انا حاطت حب يعمل في عملية يحب ينحيني من مخه انا حاجة توجعه وليتنا ليسنا مست نمرود عنده في راسه على خاطر مش معقول خاطر فما واقع في الاخر خلي العباد تخدم فما عائلات رحموهم بالحق راهو